إذن اليوم نحن في تداول، نعم احنا اليوم في تداول رابع يعني شركة في قطاع تجزئة الأغذية في السوق الأسهم السعودي، شركة بن داود القابضة، وثالث إدراج نشهد في السوق المالية السعودية خلال العام 2020 بعد شركة أملاك ومجموعة الحبيب الطبية. شهدنا الأرقام الإيجابية الفترة الماضية عن نسبة يعني التغطية 1396%، المكتتبين الأفراد ضخوا أكثر من 3 مليارات ريال في الشركة، المؤسسات لدينا 4700%، وضخوا أكثر من 106 مليارات و900 مليون ريال. اليوم وخلال العام 2020 خاصة يعني العالم مر بأزمة فيروس كورونا واللي أثر على العديد من القطاعات، لأنه ما زال يعني متانة وإقبال المستثمرين على سوق الأسهم السعودية والتواجد في كافة القطاعات على كل. أفصل أكثر عن اكتتاب شركة بن داود، معي هنا من مقر شركة مقر تداول انضم معي أحمد بن داود الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة. حياك الله معنا سيد أحمد، شكرا لوجودك معنا اليوم، نبارك لكم هذا الإدراج وتواجدكم في سوق الأسهم السعودية. المكتتبين الأفراد ضخوا أكثر من 3 مليارات ريال والمؤسسات 106 مليارات ريال. متحصلات الاكتتاب اليوم كيف راح يتم الاستفادة منها في الشركة الفترة القادمة؟ أهلا وسهلا فيك، أشكرك أول شيء على الاستضافة والسادة المشاهدين. بالنسبة للمتحصلات الاكتتاب اللي تم جمعها من قبل المستثمرين المؤسساتيين والأفراد حوالي 2 مليار ريال، هذه كلها تعتبر كسكندري سيل، يعني تم استغناء عن الأسهم من الملاك الحاليين فيعتبر كاش أوت من الشركة، والشركة قادرة المركز المالي الحالي على أساس أنه تستمر في معدلات النمو اللي أعلننا عنها سابقا. زميل، اليوم بعد أزمة فيروس كورونا الشركة كان لديها أرقام إيجابية، يعني 83% أو 82% النصف الأول من العام 20 أكثر من دراسة هذه طلعت في عام 2019 أنه حجم سوق التجزئة المواد الغذائية والغير الغذائية تمثل 57 مليار ريال سعودي، والنمو المتوقع إلى عام 2024 ب5% سنوياً. فخطة الاستراتيجية للشركة يعني متوائمة مع الدراسات هذه، احنا ان شاء الله يعني الخطة للشركة ان نوصل الى 100 فرع، حاليا احنا 73 فرع، يعني بمتوسط 6 فروع سنويا باذن الله. زميل، بالنسبة على اليوم التحول الالكتروني خاصة العديد من الشركات في قطاع الاغذية تحولت الى جانب الالكتروني، خططكم في هذا الجانب هل هناك علامات تجارية تم العمل عليها؟ سنشهد اطلاقات جديدة بالنسبة للجانب الالكتروني في السوق الفترة القادمة؟ احنا حاليا كشركة بن داود القابضة طبعا نمتلك اسمين تجاريين، بن داود والدانوب، لكل اسم تجاري له طابع مختلف وخلينا نقول يعني استقطاب مختلف لقاعدة العملاء، والعلامتين اليوم متواجدين على المنصات الإلكترونية بتطبيقات بن داود والدانوب. احنا نعتبر كشركة من أوائل الناس اللي دخلنا في المجال الإلكتروني قبل 3 سنوات، ولما جاءت فترة الجائحة الحمد لله كانت جدا إيجابية بالنسبة لنا، خصوصا أنه بدأنا من خلينا نقول بشكل استباقي واستثمرنا فيه بشكل كبير، ولما جاءت الجائحة عرفنا أنه نتخطى الأزمة بطريقة صحيحة، والحمد لله كان في إقبال جدا كبير على التطبيقات والخدمة الإلكترونية للشركة. اليوم كرابع شركة بالنسبة في قطاع تجهيز الأغذية في السوق الأسهم السعودية، قراءتكم بالنسبة لمستويات الطلب الفترة القادمة والنمو على القطاع؟ احنا بالنسبة لنا يعني طرقت الآن للدراسة اللي كانت طلعت في 2019 بالنسبة لسوق التجزئة المواد الغذائية وغير الغذائية، بالنسبة لنمو الشركة احنا ان شاء الله مخططين انه نوصل الى 100 فرع، ان افريج 6 فروع في السنة، وبإذن الله حنستمر بالتوسع في التسوق الالكتروني. واحدة من الاشياء كمان اللي حنركز عليها بشكل كبير انه نكون قريبين جدا من تفضيلات العملاء واختياراتهم في التسوق، بحيث انه دائما نعمل الابديت وخلينا نقول يعني تحديث دائما على المنتجات والخدمات اللي تلائم دوما طلبات العملاء سواء في اوقات مختلفه زي فتره الجائحه وما بعدها كمان. احمد بن داود يعطيك الف عافيه، شكرا لك. اذا زميلتي الزهار كان معنا احمد بن داود الرئيس التنفيذي لشركه بن داود القابضه، واللي تحدث عن النمو في الشركه والمستقبل المتوقع بالنسبه للشركه تتواجد باكثر من 100 فرع، سوق المملكه سوق جاذب، تواجد الشركات المحليه اليوم والادراج في هذا السوق خاصه قطاع الاغذيه يعني قطاع ما زال منافس كبير وفقط يعني 4 شركات، بالتالي يعني كل التوفيق بالنسبه للشركات المتواجده في السوق. نعم زهار. نعم، تداول موفق ان شاء الله زميلي سلمان، وشكرا لهذه التغطيه، شكرا لك.